السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم بعد ما كثر الكلام والقيل والقال على اللاعبين مولوديه الجزائر اللي يعني فيديو تسرب على السهره اللي صرات وتبعات تاعها، خاصه انه هذا من اللاعبين اللي صرفوا عليهم اموال كبيره وبسبب ايضا الاخفاقات المتتاليه راحوا سهروا. لكن قبل ما نتهم اللاعبين او نجي ضد اللاعبين او نجي ضد الاداره، اول شخص نجو ضده هو المناصر. نعم، بتاريخ 31 جانفي او 1 فيفري 2021، مجموعه من المناصرين من مناصري مولوديه الجزائر اقتحمت شركه سوناتراك وحطمت الابواب ودخلت وتظاهرت و يا اخي انت اللي رحت تظاهر على سبب واش؟ هل سبب اللي رحت تظاهر ودير في المظاهرات ودير وتعيط على جال باش يخدموك في السوناتراك؟ رغم ان انا ضد العنف ونكره العنف والعنف ما يجيب والو، لكن نورمال يعني نقبلوها، نقولوا معليش راح يظاهر باش يحوس على بوست دو ترافاي. اسكو جيت بوست دو ترافاي تحوس؟ لا. واش راك تحوس ولدي؟ نحوس ندير مظاهره باش يخلصوا الجوار تاع المولوديه باش يروحوا يبرحوا، هذا هو. ما عندكش مستقبل، مستقبلك مجهول، ما فيه اونكا كولير، مستقبلك ما عندكش مستقبل، خلاص مستقبلك ماهوش ملون، ما عندكش الوان، ما عندكش هويه في المستقبل نتاعك، اونكا كولير، ما عندكش 10000 في جيبك، ما عندكش 10000 في جيبك، تروح تكسر الباب تاع الشركه وتخبط ودير على واش؟ باش يخلصوا الجوار يدي 400 و500 مليون ويروح يبرح ب 150 ولا 200 مليون يديرها تبرح. والنهايه واش هي؟ النهايه يهزوك، يرفدوك تعقبها في الحبس، تعقبها 5-5، يرفدوك تروح للحبس. نعم، يماك وباباك وخاصه يماك قلبها محروق عليك، مي بصح ولا جوار خلص لك المحامي، ما يخلصولكش، راك عد جايح فيق 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 فيق. نروح نكسر الشركه، وهذه الشركه ما يكون شركه جزائريه، راح نستفيد منها انا ولا انت ولا خويا ولا هذاك ولا جزائريه، تاع شركه تاع بلادي نكسر باش يروح يخلص جوار اللي يصرف بال100 و200 مليون في الاسواري. هذه هي، هذا هو التخطيط الاحترافيه. فيق يا جايح، انت ما عندكش مستقبل، 10000 في جيبك ما تسعاهاش، 10000 في جيبك ما عندكش، مستقبلك ما عندوش كولير، تروح تريكلامي على جوار يخلص 400 و500 مليون باش يبرح. وراحوا دراهمك، وراحوا دراهمك يا المناصر، دراهمك راحوا في ليسواري. وين عقبتها؟ عقبتها في الحبس، انت معقبها في الحبس وهو في ليسواري زاهي، شفت كيفاش؟ على قلنا لكم قانون الباهاماس هو الحل، ضحكوا لنا الناس، ما تعرفش انت شكام، انت شيط راهو راهو اخي، شيط راهو راهو يا اخي، تعايروا في قانون الباهاماس. قانون الباهاماس هو اللي كاليفاك الكوب دي موند 2010، هو اللي كاليفاك 2014، هو اللي وصلك 2010 ديمي فينال كوب دافريك، وهو اللي جاب لك كوب دافريك 2019. هذا هو قانون الباهاماس، حبيت ولا كرهت، هذا واقع، مش عليك ذب عليك، هذا واقع. مي بصح قانون الباهاماس رجع لك السمعه، نروح نعقب في الحبس ونخلي يما قلبها محروق عليا، على جال جواري يدي 400 مليون ويروح يبرح يا سيدي، على الاقل يقسم معك الشهريه، يعطيك يا سيدي معليش، يعاونك في المحامي والاتعابه، والله ما تشوف دوره لانك جايح، ما تعرفش تخمم، ما تعرفش تخمم. نروح سوناتراك الريكلامي على خدمه، خلوني نخدم، ما عنديش شهريه نخدم، معليش مالغري ضد العنف، مش مليح العنف، ريكلامي بادب، نروح نكلامي ونكسر وندير العنف على جلوه باش يخلص جوار 400 و500 مليون يروح يبرح فيها في سواري. تي فوا شفت كيفاش؟ هذا هو الاحتراف. رغم انه طرف اخر ايضا يتحمل المسؤوليه، مولك ساتم اللي قال عليهم ابراهيم. نتحدث عن فضيحه ما حدث مؤخرا
وسمعة مولودية الجزائر، هذا الفريق العريق في المحك. إبراهيم شاو، شتى اللي لعبت مع هذا الفريق، كيف ترد على الفيديو الذي شاهده الصغير والكبير في الجزائر اليوم؟ إدارة الفريق بعد الاجتماع الطارئ كما يوضح لنا حمزة في الصورة، اللاعبين اللي ظهروا في الفضيحة تاع الصور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، توقف هاد اللاعبين هذوما واللي حتى يعني تسمع لهم وفي التحقيقات. شوف اولا كيفاش حتى تلقيت هذا الخبر؟ شوف انا ما تلقيتش، انا عندي مده من اللي قلت باللي كاين لا انضباط وعلى اربع شهور قلت لهم تشوفوا ويلحق كلش. انا نلحق باسكو انا عندي كاع علاقه معاهم بالفريق، حاجه ما تتخباش. هذا البيان هذايا، البيان هذا انا نقول لك المسيرين هم الاولين المسؤولين، الاولين المسؤولين. او قال لك صاحب الكساتم، كي يجي صاحب الكساتم غير اهرب، اعرف باللي الحاله والله غير كحله. او قال لك صاحب الكساتم، كي يجي صاحب الكساتم غير اهرب، اعرف باللي الحاله والله غير كحله. ما انتش تسمع على كل حال. يا رجال تعرف تهضر، زين اللي يجي في بعض الفكر اللي ما مشت ولا يسمع. شوف انا نقول لك حاجه، انا اللي حيرتني يعني انه لاعبين خسروا في قسنطينه وتقصاو مع الوداد البيضاوي من رابطه الابطال وتقصاو مع الاتحاد في الكاس. انا لافي بريفي ما ندخلوش في لافي بريفي، كل واحد ربي يسهل عليه. بصح كاينه حاجه، توقيت لو مومون شوازي باش يروحوا يسهروا ماشي هو كاع التوقيت، لان ضيعنا كاع الاهداف الموسميه وزدنا خرجنا من خساره مع قسنطينه ودون 3 جور عندك غيليزان. صافي دير انت كي تروح تسهر الليل واش من الفورمه اللي راح تكون واجد بها نهار الحد وفي ملعب 5 جويليه اللي كبير يتطلب مجهودات كبار. هذه الاولى. الحاجه الثانيه، الظرف الصحي اللي راه يتمر به البلاد، شفنا لي زيماج وكر، الدخان، الشيشه، المشروبات، صحيح. حاله مغلوقه، الغاشي، هذيك وجه الشر تغني هكذا، وزدوا يمدولها في الدراهم، يعني ما كاش من بالايراسيون، باش نقول نهضروا لا فيريتي، ما كاش تباعد، ما كاش من با، يا ودي واش من تباعد، معليش، راك انت خرجت من تما ما في الماوكش، معليش، جبت كورونا جبتها ليكيب، يديروا لنا بي سي ار، نلعبوا مع غيريزان، نخرجوا واحد 15 كا بوزيتيف، شكون يلعب؟ يلعبوا ليزيبور نخسروا. ايضا الاداره تتحمل المسؤوليه، مثل ما سمعتوا، مثل ما قال اللاعب بولوديه السابق اللي قال كلمه مهمه، قال لك هذا السيناريو كنت متوقعه عندي 3 شهور ولا 4، كنت متوقع هذا السيناريو. ما كانش اداره تحمى تحط انسان ما عندوش علاقه بكره القدم، حبينا ولا كرهنا، هذا الانسان عمار ابراهيميه معروف في الالعاب القوى، كان مدرب سابق لوردين بورسلي، حقق نتائج باهره، شرف الجزائر، لكن كره القدم الله غالب، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تحطو ما كانش نورمالمون ناس اللي عندهم علاقه بالتسيير، عندهم علاقه بالمولوديه، لاعبين اللي اعطاو المولوديه يعرفوا بالتسيير، حتجيب انسان لا علاقه؟ اذا هذه هي النتائج، يعني ما تصور يعني مش حاجه غريبه هذه النتائج. لاعبين كامل في السهريات، سميهم كيما تسميهم، قلب بارد، ما عندهمش انتماء، سمي كيما تسمي، خاسرين من الوداد، اقصاء من الوداد، الخساره، جمهور الخساره، سياسي كذا، لا بروف. وزيد انا شي مدوخني الجوامع، الكمامات، التباعد المعقم، قيس السخانه، وبلاصه تاع خماش، حاشاكم في الكلمه واكرمكم الله، اللي ما حبيناش نشروا الفيديو احتراما للناس، حنا ما نرتقي وما نهبطوش النيفو، بلاصه خماش كيما هذه وين التباعد؟ كانش يعني الخماج ما فيش تباعد، وبيت الله ومسجد فيه تباعد والبروتوكول ومعقم وقيس له الحراره والكمامه والسجاده وحدك وتبعد ما يتروش، بيت الله فيه التباعد، والخماج ما فيش تباعد. هذا الواقع المرير، واقع مرير. لكن رغم هذا نقولوا ونعاودوا، المسؤول الاول هو المناصر، المناصر هو اللي خلى هذا يروح يسهر ويروح، لانك انت تروح ديفوندي عليه، ديفوندي على انت ما عندكش مستقبل، قلتها ونعاودها، 10000 فرنك ما عندكش في جيبك، الريكلامي على واحد يخلص 400 ولا 300 مليون وروح يبذر في لاسواري يفوت 100 مليون ولا يفزدها في لاسواري، وانا ما عنديش 10000 في جيبي، ما عنديش 10000، نروح نعقبها في الحبس،
عقبها في الحبس ويما قلبها محروق عليها معليا وانا نعقبها في الحبس على جلوه على جل واحد ما يستاهلش يدي في 400 و 300 مليون يروح هاك عارف لا سواري تيفوا. اذا المسؤول الاول مناصر ما يقول لي حتى واحد اداراني اوكي انا جايها ولا المدرب ولا لاعبين ولا المسؤول الاول هو المناصر. المناصر هو اللي خلى الجوار يدير كيما هاك. انا ما نعمليش بيك انا نقاطعك ما عندكش ما تعطينيش مردود نجي ضدك خويا راك تخلص مليح تخلص مليح علاه ما تعطينيش مردود شم خطريك وخويا راك تخلص مليح يا خويا ماكش قادر روح بعد. المسؤول الثاني الاداره هذا ماذا من الجوار نجيبها انا نجيبهم بعد قول طردها مو انا على بالي فيلم لدارته الاداره مولوديه يا ودي حتى براحهم المولوديه وعاقبتها وصاي يعاودوا يروحوا الى بوسنيو في اي في اي نادي جزائري عادي كذي بطولتو هذيك الكنيز قلنا لكم ودي اخطيوكم اخطوكم ما كاش كيما القانون الباهاماس انت شكها وانت وانت ها دوكا العرض قدامكم احكموا بنفسكم يا اخي قانون الباهاماس مش مليح هو اللي هز راس الجزائر بصح معليش اسدي مش مليح قانون الباهاماس واد الكنيس هو الحل واد الكنيس هو الحل احكموا بضمائركم برك هذا ما كان. نتمنوا الخير للكره الجزائريه المريضه ومازال زدت تمرض ومازال زدت تشوفوا اكثر من هك. نتمنوا الخير للكره الجزائريه. في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.